السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اخواتي اتمنى لكم الصحة والسلامة ومرحبا بكم في قناة عالم ماري, ماري اللاعب المغربي عبد الرزاق حمد الله يفاجئ اهل ريان صباح اليوم خليكم مع الفيديو حتى الاخير وكنتمنى لكم يوم سعيد ان شاء الله وشكرا لكم بزاف على تعليق ديالكم زوينة وشكرا لكم على لايك ديالكم وطبعا كنبغي نشكر بزاف المتتبعات جداد مرحبا وفعلوا الجرس باش دائما ان شاء الله يصلكم كل فيديو جديد وكل خبر جديد طبعا فضلا وليس امرا بعد خروج الصحافة اللي كانت متواجدة في المكان يعني عند اهل ريان خرجوا وكذبوا بزاف ديال الفنانين اللي تبرعوا منهم دنيا باطما ومنهم هذا اللاعب هذا اللي تبرع عليهم بالمنزل دنيا باطما خرجت كشفات الحقيقه وكشفت امتى تبرعت لهم بالفلوس راه الفيديو حتى لكم قبل من هذا ودنيا هي كتهضر والمكالمه اللي جمعتها بين السيده الفيديو قبل من هذا اللي بغى يشوف ويسمع دونيا شنو قالت على الام ديال ريان وبالنسبه للاعب اللي تبرع عليهم بالمنزل جاهز يعني هو حتى في الصفحه ديالو عبر مواقع التواصل الاجتماعي بلي تبرع بالمنزل مجهز لاهل ريان بعد الوفاه ديالو يعني توفى اليوم والغد ليه تبرع يعني بالمنزل السيد ماشي انه غادي يجي يعني في ذاك النهار اللي هما مازال تم دفنوا ولدهم غيقول لهم السلام عليكم هاك وسويرات ديال الدار اعتبرات لكم بالمنزل الناس راه كيحترموا آه الناس اللي حرق قلبهم على ولدهم وهو ان آه قال آه واحد نخلي واحد الوقت حتى الناس مسكن شويه قلب ديالهم يشوية برد و آه ديال ديالهم القلب ديالهم شويه تبرد وعلى داك الالم ديال الابن ديالهم واخا معمر القلب غادي يبرد وانما هو فضل انه تكون واحد المده بين يعني تبرع ديالو والمده اللي غادي يعطيهم فيه المنزل والان السيد او اللاعب عبد حمد الله دابا سلمهم مفاتيح المنزل لانه هو انتظر حتى يدفنوا الابن ديالهم وبالنسبه للصحافه ديال الصحافة اللي تبرعت لهم بالمنزل لانهم هما كاينين في عين المكان يعني اه تما داروا معاهم استجوابات مع العائله وقالوا لهم درنا لكم مفاجاه ووصل يعني غنهديوكم منزل مجهز وطبيعة الحاله راه هذا كنتقهم لانهم دايرين اللايفات تبارك الله راه جمعوا فيها الملايين ويستحقوا داك يعني داك المنزل لانهم راه من فلوسهم هذوك وشكرا لاي واحد تبرع والسيد حمد الله هو والعائلة ديالو كنشكرهم بزاف على التبرعات ديالهم ولهذا خصص واحد الوقت وواحد المدة باش ان هاد التبرع هذا يعني يكون في وقته لا داعي للناس اللي كيكذبوا الاخرين لا ما تبرعش لا حشومه هادشي وهادشي يعني ماشي كدوب فعلا اللاعب التبرع بالمنزل مجهز لهاد الناس هادو انما قالوا هما فعلا المنزل ما, ما توصلوش به لانه هو قرر انه يخلي واحد المده بين يعني الوفاه ديال الابن ديالهم وهذا التبرع ديالو شكرا ليه والله يجزيه بخير وشكرا لاي واحد تبرع على هاد العائلات